أيها الإخوة الكرام، الآن أضع بين أيديكم حقيقة دقيقة من علامات قبول الصيام والقيام. ألا تسأل: يا ترى هل قبل صيامي أم عملي؟ هل قبل قيامي في رمضان؟ ألا ينبغي أن تسأل ما علامة القبول؟ من علامات القبول قبول الصيام والقيام أن يكون حال العبد بعد الصيام أفضل من حاله قبل الصيام. إذا في تبدل بعباداتك، بمعاملاتك، باستقامتك بعد رمضان عنه قبل رمضان، فاعلم علم اليقين أن الله قبل صيامك. وإذا عدت إلى ما كنت عليه، فاعلم علم اليقين أن الله لم يقبل صيامك. التوبة النصوح ينبغي أن نرعاها بعد رمضان من جميع الذنوب والآثام. العزم على أن يكون حالنا بعد رمضان أفضل من حالنا قبل رمضان. فقد خاب وخسر من عرف ربه في رمضان وجهله في بقية شهور العام. شيء آخر من علامات القبول أن يغلب على المرء خوفه من الله من عدم القبول. فقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: كان أصحاب النبي لقبول العمل أشد اهتماماً منهم بالعمل. العبرة أن يقبله الله. إذا في عندك قلق مقدس حول قبول عملك فأنت ممن فاز برمضان. العبرة القبول. لذلك قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الإخوة الكرام، وشيء أخير ينبغي أن نشكر الله أن صمنا رمضان وقمنا رمضان ووفقنا إلى الصيام والقيام. فقد حرم من هذا العمل العظيم خلق كثير من المسلمين. أيها الإخوة، الطاعة تنقضي متاعبها ويبقى ثوابها، بينما المعصية تنقضي لذتها ويبقى اسمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان القادم وما بعده ونحن في أحسن حال مع الله ومع خلقه. الآن أيها الإخوة، من صام رمضان وأتبعها بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا حديث فيه ملمح اجتماعي وملمح عبادي وملمح صحي. الملمح الصحي يعني الانتقال فجأة من صيام إلى أكل وشرب من دون قاعدة، هي مشكلة. فهناك انتقال تدريجي من صيام 30 يوماً إلى صيام 6 أيام، قد تكون متتابعة أو غير متتابعة. وفي ملمح اجتماعي، لعل الزوجة أفطرت بعض أيام رمضان لعذر شرعي، فإذا صمت معها أيها الزوج صامت أدت ما عليها من دين، فكان الصيام رحمة لك ولها. لذلك الملمح العبادي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وستة من شوال من النوافل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيها الإخوة الكرام، كلمة أسوقها لكم للإمام علي رضي الله عنه: ليس شيء شر من الشر إلا العقاب. العقاب
شر من الشر، وليس شيء خير من الخير إلا الثواب. وكل شيء في الدنيا سماعه خير من عيانه، وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه. فليكفكم من العيان السماع ومن الغيب الخبر، واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا. فكم من منقوص رابح وكم من مزيد خاسر. واعلموا أن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه، وما أحل لكم أكثر مما حرم عليكم. ذروا ما قل لما كثر وما ضاق لما اتسع، وقد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل، فلا يكن المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم. بادروا بالعمل وخافوا بغضة الأجل. المؤمن الحق كما أراده الله عز وجل عقب رمضان كالجبل رسوخا، كالصخر صلابة، كالشمس ضياء، كالبركان تدفقا، كالبحر عمقا، كالسماء صفاء، كالربيع نضارة، كالماء عذوبة، كالعذراء حياء، كالطفل وداعة. لقد كان الصيام من أجل انتصار الإنسان على نفسه، كي يقودها نحو سعادة الدنيا والآخرة. إخوة الكرام، هذا الذي سأقوله أتمنى من أعماق أعماق قلبي أن يكون واضحاً لديكم. ليست البطولة في رمضان أن ننتصر على النفس ثم ننخذل أمامها بقية العام، ليس هذا الصيام الذي أراده الله. أن تنضبط شهراً ثم أن تسترخي 11 شهراً. ليست البطولة في رمضان أن ننتصر على النفس ثم ننخذل أمامها بقية العام، ولكن البطولة أن نحافظ على هذا النصر على طول الدوران وتقلبات الزمان والمكان. ليست البطولة أن نضبط ألسنتنا في رمضان فننزهها عن الغيبة والنميمة وقول الزور، ثم نطلقها بعد رمضان حيث ما تريد. ليست البطولة في رمضان أن تصلح قلوبنا وبعدها نعود إلى ما كنا عليه. ليست البطولة في رمضان أن نغض أبصارنا عن محارم الله وأن نضبط شهواتنا غير المشروعة وأن نضبط شهواتنا غير المشروعة في رمضان ثم نعود إلى ما كنا عليه بعد رمضان. إننا إذن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ولكن البطولة أن تصوم جوارحنا عن كل معصية في رمضان وبعد رمضان حتى نلقى الواحد الديان. ليست البطولة أن نتحرى الحلال في رمضان خوفاً من أن يرد علينا صيامنا ثم نتهاون في تحريه بعد رمضان على أنه عادة من عوائدنا ونمط شائع من سلوكنا. ولكن البطولة أن يكون الورع مبدأً ثابتاً وسلوكاً مستمراً في رمضان وبعد رمضان. ليست البطولة أن تبتعد عن المجالس التي لا ترضي الله إكراماً لشهر رمضان ثم نعود إليها وكأن الله عز وجل ليس لنا بالمرصاد في بقية الشهور والأعوام. ليست البطولة أن نراقب الله في أداء واجباتنا وأعمالنا ما دمنا صائمين، فإذا ودعنا شهر الصيام آثرنا حظوظ أنفسنا على أمانة أعمالنا وواجباتنا. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان يضبط نفسه في رمضان
ويعود إلى ما كان عليه بعد رمضان لما شرع الصيام إطلاقا. شرع الصيام ليكون هذا الشهر نقلة نوعية تستمر، يأتي رمضان ثاني نقل نوعية ثانية تستمر، يأتي رمضان ثالث نقل نوعية. أما إذا انتقلنا نقلة نوعية وعدنا إلى ما كنا عليه، هذا الشهر عندئذ لا معنى له إطلاقاً ولا معنى لشهر الصيام. مثل هذا الإنسان الذي يعود إلى ما كان عليه قبل الصيام، كلام دقيق، مثل هذا الإنسان الذي يعود بعد رمضان إلى ما كان عليه قبل رمضان لم يفقه حقيقة الصيام ولا جوهر الإسلام، إنه كالناقة عقلها أهلها ثم أطلقوها فلا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت، لا يدري لما صام ولا لما أفطر.